فأحنه الغداء. أحنه من الفعل ليس حان وإنما أحان، بمعنى أهلك، وأحان الشيء إذا أهلك. ولذلك تسمى المصيبة المهلكة بالحائنة، المصيبة المهلكة تسمى بماذا؟ بالحائنة. طبعا انت بقى ورحت بقى في البيت وقلت يعني أخشى أن تنزل عليكم حائنة، الناس يقول لك انت بسم الله ما سلامتك يا ابني اللي جرى. لا، أنا بقول لكم المعاني دي حتى نعرف اللغة، ولكن لا نتكلم بين الناس إلا بما هو معروف. فالحائنة أي المصيبة المهلكة. يبقى أحنهم يعني إيه؟ أهلكهم. أحنهم أي أهلكهم. الغداء